والله وحشتي بالحكي. بيني وبينك عمي، عم يقول الوالد انه اغلب الظن يكون الفرنساوي له يد باللي صار، وعم يدوروا على السلاح المخبى عنا بالعماره. ازاي عم بيحكي مزبوط؟ واذا الله ما خيبني الفرنساوي وراه. المهم شو المطلوب هلا عمي؟ الوالد عم يقول عمي انه لازم السلاح يطلع من العماره لعندكم اليوم. ايوه، طالما الزعيم ابو العز شايف انه الرزق لازم يطلع من الحاره، معناتها لازم يطلع من الحاره. قد وقدود عمي، قد وقدود. بس انا بدي اعرف مين هو اللي فسد الفرنساوي، ومين هن هدول اللي فاتوا على العماره؟ الوالد رح يعرف كل شيء عمي، بس اهم شيء يطلع السلاح لعندكم، لانه خايفين الضربه الجايه تكون صوب البيوت. زينه العقل، زينه العقل عمي خالد، اعتبره صار. اهلين وسهلين بعمي خالد. وين برجال؟ قريب قريب ابي، حط حط عندك. ما في داعي تعصبوا حالكم عمي. خفشوا ناجبك عمي خالد. الله يديمكم يا رب.